اللحظة الأولى التي سمعنا بها خبر استشهاد الشيخ، قلت للاحتلال احفظوا وجوه أبنائي جيدا، فوالله ما ربيناهم إلا على العزة والكرامة، والله لن يأخذ بثأر ولدهم إلا هم، فلدي 9 من الأبناء بإذن الله سأجاهد بهم حتى بتحرير المسجد الأقصى. هذا الجيل الذي يعني نراه اليوم يقاوم في غزة بكل هذه البسالة وهذه القوة هو جيل لديه ثأر مع هذا الاحتلال. صحيح. هم من قتلوا آباءهم أمهاتهم، هم من هدموا البيوت فوق رؤوسهم، هذا ما تبقى من العائلات التي قد تمت إبادتها فيما سبق في الحروب، اليوم تخرج لتقول لكل العالم ولكل أحرار العالم ولكل الشعوب العربية والإسلامية، نحن لا نصمت عن حقوقنا ولا نتنازل عن ثأرنا، ولدينا مع هذا الاحتلال ثأر الدم وثأر الأرض. نعم. ونحن أصحاب هذا وحقنا في هذه الأرض بإذن الله رب العالمين أن نحررها، نسعى إلى تحرير. عندما تؤمن الزوجة بالنهج الذي يقوم به الزوج يكون السند له في كل المحافل وكل الميادين، هنا تستطيع الأم أن